هذا سائل يقول: ما حكم من أظهر بعض الأمور أمام العامة مدعيا أنها من الكرامات؟ فيه ضابط يا أخي، فيه ضابط ذكره الله. الكرامات لا تجري إلا على يد المؤمن التقي. فانظر إلى، لا تنظر إلى ما معه من الخارق، انظر إلى عمله. فإن كان عمله صالحا فإنما معه يعتبر كرامة من الله، وإن كان عمله سيئا فاعتبرها من خوارق الشيطان ليضله ويضل به. نعم، لا يغيب عنكم الضوابط هذه في القرآن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.